السلام عليكم. عندنا ضيفة عزيزة على المملكة المغربية، ضيفة على المهرجان ديال الموازين، المهرجان اللي كنفتخروا به كمغاربة، من السطحين هذا بالرباط، ضيفة ملكة قلوب الكثيرين في الوطن العربي وعندها جمهور كبير في المغرب، وانا سمعوا تشجيع عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يختتم اليوم برجال الختام ويطرح لكم موعد السنة القادمة إن شاء الله. ومسك ختام هذه الليلة هي الفنانة الكبيرة ضيفة المغرب العزيزة أحلام، وما أدراك ما أحلام. الإخوان كيف كتشوفوا راه ديما كيطفيو الضو باش على وديت باش ما يبانش الجمهور، راكم نتوما المساء راه عارفينها. دابا أحلام راه غادي تدخل هذه اللي كيقولوا لها الملكة، نتوما راك عارف أحلام لا داعي للذكر. اللي بغيت نقول لكم مقدمة بارطاجيتو مزيان، حيت هذا هو الختام، هذا هو الحفل الأخر الختام. نتوما كتشوفوا داير ليها الصورة زعما على أنها ملكة. شوف هذيك الصورة اللي كتبان فيها الضوء، هذيك دايرة التاج بحال اللي كتكون مصورة في الفلوس بحال داك الشكل. المهم راه الدنيا راه خاوية الإخوان، هانتوما كتشوفو، هانتوما كتشوفو اليوم 30 في الشهر السبت. خليكم باش ما يطولش الفيديو، باش ما نطولش عليكم الفيديو، باش تفرجوا على خاطركم.